استثنائي ما صار مثله بالعالم ولا مرة وما بعتقد انه رح يصير. المشتركين لازم يكونوا شجعان، بس الشجاعة واحدة ما بتكفي، لازم قدرة على التحمل وشوية ذكاء وحظ كتير. رح يقفزوا ويتسلقوا ويدوروا ويسقطوا، والقوي فيهم هو اللي رح يبقى. أقوى وأسرع أربعة رح يتنافسوا على جائزة البرنامج، وهي 100,000 ريال سعودي. بس حتى يحصل واحد فيهم على 100,000 لازم يتغلب على الباقيين في أصعب تحدي يمكن يواجهه في حياته، الوايب أوت زون. لتبدأ المنافسة وليربح الأفضل. أهلا وسهلا فيكم بوايب أوت، حلقة مليئة بالمغامرات والتحدي. أنا مصطفى الأغا ومعنا مساء الخير. اهلا مساء النور تامر عبد المنعم. اهلا وسهلا. اهلا يا باشا. النهارده طبعا مش هنكون لوحدنا، لا انا ولا مصطفى، هيكون معانا زميلتنا المتميزه جدا كارين من ارض المعركه. طبعا 24 مشترك رح يبداوا التحدي بالتصفيه الاولى، بتتضمن اربع مراحل: درج الصابون، السكر بانش او حائط اللكمات، ومعه النطابات الحمراء، واخيرا القفز بالحبل للوصول لمنصه النهايه. نبدا مع المشترك الاول وبتعرفنا عنه كارين. في معنا من السعودية عبدالله حاطط براسه انه جاي يتحدى مين ويتحدى ليش، هلأ بنعرف منه. كيفك عبدالله؟ الحمد لله. عبدالله مرغلاني من السعودية من جدة. ومين جاي تتحدى؟ جاي يتحدى الجميع، بدي اتحداهم كلهم، بدي اتحدى انا سعودي، بدي اتحداهم كلهم، كلنا اخوان، لكن بدي اتحداهم كلهم، صبايا وشباب. اذا عبدالله من السعودية ولابس اتحادي كونه من جدة. درج الصابون هو اول عقبة بالنسبة له، ممنوع يستخدم ايده فيه طبعا، زي ولا يعاقب بعشر ثواني. وعبدالله جاي يتحدى الجميع. برافو، دخل على حائط البوكسات. هنشوف هياخد لكمة، هينزل في الطين ولا هيظل اصفر كما هو. شايف اذا وصل للخط الاحمر بيتابع، يعني لو وقع بيتابع بعدين، اذا ما وصل بيرجع من الاول. ايوه انا متهيألي انه هو ان شاء الله هيوصل. شكله هيوصل؟ لا مش هيوصل، هو وصل الى انه بقى لونه اصفر في بني. هو لونه الاصلي كان ايه؟ ده كان اصفر بالضبط، لون الاتحاد الاتي. الاتي راح افوز يعني راح افوز، راح افوز يعني راح افوز، هي دي الروح وهو ده الاداء اللي المفروض تعمله. هو ده الأداء؟ بس أنا شايف فيه لياقة عالية. خبرني شوي، كيف حضرت حالك قبل ما تجي على برنامج وايب أوت على الأرجنتين؟ واو، دخلت كورس 2 months اللي هو إيش، كله تقريبا شغالين عليه اللي هو نادي. شهرين نزلت الحمد لله 6 كيلو، صار وزني وطولي مع بعض، شغالين عليه الحمد لله. إن شاء الله نكسب، إن شاء الله ما بيروح تعبنا كله هدر، يعني 3 ساعات في النادي في اليوم يعني واو. هنشوف التو مانث هيعملوا إيه. يلا يا بطل، يلا يا همام، الله رجع اصفر كما كان. لا بس يعني واضح تاثير الثلاث ساعات. طبعا هو لازم يطلع الان بالحبل ويدفش المراتب دي ويوقف محلها. يلا يا بطل ورينا الثلاث ساعات. جو جو جو. يلا اولادك عم يتفرجوا. يلا يا عبد الله. يلا يا عبد الله. الله يا عبد الله، الله يا عبد الله، وقع المراتب، لكن هو كمان وقع مع المراتب. هلا لازم يسبح ويطلع على الدرج ويقف يزيح المرتبات ووقف محله. وصل في 3 دقائق 58 ثانية. عبد الله محمد زكي من مصر. ومحمد زكي من اكبر المشتركين سنا، عمره 50 سنة، حريص، خبرة السنين. خبرة السنين والزمن، بيعدي من جميع اللكمات. يا بابا بابا انت كل طول بتعدي بيتضرب. انت عارف ان محمد كمان مصور شبه محترف، وهو قرر ان هو يهدي البرنامج عندنا صور فوتوجينيك قوي، خاصه وهو بالطين. هنشوف شويه صور لمحمد. ادي صوره، ادي الثانيه، وادي الثالثه، ادي الثالثه. شوف قد ايه فوتوجينيك، شوف قد ايه فوتوجينيك. بص وشوف ومحمد يعمل ايه. هلا لازم ينط طبعا على الطابات ليوصل للمرحله اللي بعدها، ونط واحده والثانيه. ليه يا محمد؟ شوف بالاعاده البطيئه كانه عمل مثل جسر، طبعا كان لازم يضل مشان بقيه المتسابقين. مظبوط. فين بقى عبد الله؟ كان عدى من فوقيه دلوقتي. شو انتم مستهونين هالهرم بالنسبة لأهرام مصر؟ هيدا أصعب بكتير.
وادي محمد زكي بطل بومان 3 دقايق 51، بيجري في 3 دقايق 51. وهل هيفوز؟ والله وصل وعمل رقم قياسي وتفوق على عبد الله بثلاث ثواني. هاي everybody I'm here. مصر كبيرة ومحمد زكي مصري والمصري فرعون، وخلوا بالكم فرعون. أنا صحارة من السعودية عن يس أي كان، وصحارة من السعودية المتسابقة السعودية الوحيدة معنا النهاردة، كلها حماس وهمة. أم لطفل عمره 7 شهور وأول تحدي بالنسبة لها هو درج الصابون. وهتتعدى وتتخطى وتتزحلق وتتمحلق وتقع على الأرض. تزحلقي وتمحلقي يا صحاري. برافو 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 برافو. زوجي هو اللي حمسني على البرنامج، ومن لولا ما كنت جيت. ليش في حدا المعرض؟ كتير. يعني كفايه انه انا سعوديه وجايه طالعه التلفزيون. لا بكفي انه انت معنا على شاشه الام بي سي بالوايب اوت، ما في شيء مستحيل، لانه ام بي سي بتحقق كل الطلبات والامنيات، خاصه انه المشاركه للكل. اكزاكتلي بالضبط. انا اصلا في البدايه اصلا اتس ماي دريم كم ترو، عصفورين بحجر، نفسي اشارك في برنامج تلفزيوني، نفسي في مغامره. وراحت على الارجنتين، ومين اللي حمسها؟ تامر جوزها. جوزها عرفت ليه؟ ايوه طبعا، عشان يتخلص منها من خلال الصابون. وما كانتش على فكره صحاري لوحدها اللي ما عدتش هذه المرحله، لكن في كثير وكثير من المتسابقين اللي بيقعوا كلهم. واضح ان جوزها برضه هو اللي بعيدهم. يبدو كذلك. صحارة من جديد، دي ليلى مطينة بطين. مين ده؟ دي صحارة. صحارة، لكن صحارة بعد بعد الطين، بعد ما وقعت من اللكمات. لكن حيا من حييها. واحد. اوه، عملت اسكالوب بانيه كده في الهواء، ما حصلش. عملت ايه؟ اسكالوب بانيه في الهواء او باكسا مسلط. العربشة على الظهر ثم الانزلاق ظهرا إلى الماء وإحداث طرطشة. وبرافو، 10 دقائق و14 ثانية و75%. أنا حيت من تونس، بينك تونس، فوشي تونس. والله ما عرفت من تونس ولا من اليابان. يا عايشة يا عايشة يا درش، شو قصة هاللون البينك الفوشة؟ كتير حلو. نحب الفوشي فوشي. عندك 30 ثانية حتى تعملي لي جو. اي يلا نعم هلا. يس بينك. اذا حياة بينك بنت تونس، ساموراي تونس، في هذه المسابقة راح تطلع على الدرج. طبعا اذا مدت ايدها على الدرج بتتعاقب بعشر ثواني. تزحلقت وتمحلقت. يلا يلا يا حياة، يلا اللون الفوشي عامل شغل ومش مد ايدها. لا مدت اهو. انت بتعرف الساموراي ما بيغشش. الساموراي ما يغشش. يلا 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 يلا، دي خدت ساعة اضافي بسبب لمس ايديها. برافو برافو حياة، برافو. وقفل. بس طلوع الدرج مش مثل نزوله يا تامر. مظبوط، هنشوف النزول. الدرج مش مثل الخروج منه. يلا يلا، تحت الطريق السهل. بينك باور. لا لا لا، متحمسة زيادة على اللزوم. على الطابات، على الطابات. أول طابة. هي طابة وبس. طابة ووقعت بعد الطابة الأولانية بس بتعوم حلو. بتعوم هايل. عم جميل. عم الترع. عم الترع. جين اوف ذا جنجل اوف ذا ووترز. بص الزعيق كمان، وروح روح الكاراتيه بتروح نازله في المايه مطرطشه، والباروكه تغطي على عين. بس حقيقه يعني مش باين ان عمرها 30 سنه. لا اقل من كده. طبعا لسه في مشتركين ضمن التصفيه الاولى، ولكن حنشوفهم بعد فاصل. بعدين شو راح نقول؟ هنقول راجعين نعشق وندوب. يلا بينا.